تحت الفخار وأنا شغال مع والدي، يعني والدي أصلا كان معلم عندنا دولاب، كان حوالي سني بتاع 7 8 سنين وأنا بشتغل قدامه صبي. وبدأت المرحلة بقى من هنا إن أنا وإحنا شغالين وأنا شغال قدامه بأتعلم، يعني كان هو عنده كان بنعمل قلل، أيام القلل وأيام اللبريق والزهاري والكلام دي. الطينة دي أول ما بنبدأ بشوة من البحر، طمية بتاع بحر، ونجيب أسوالي من أسوان، بتخش مرحلة اسمها مرحلة التكسير وتتكسر، وتنزل في حاجة اسمها كوس بنشيلها بالغلق وبنحط 30 غلق أسوالي و30 غلق شوة، وواحد ينزل يرجها زي المية وتتصفى في مرحلة تانية، تروح ناشف تقعد 5 6 أيام تنشف وتروح داخل على المرحلة اللي جوه هنا. بعد ما تخش على المرحلة اللي جوه هنا واحد بيدوسها ويشغلها للمعلم. أبدأ من القلة والزير والبلاص والزهرية والقصرية لحد بقى ما تخش على الزلع الفزار، إنما البكلة ليها واحد معين، شغلة البكلة ليها واحد معين لأنها بتتعمل على بورة. الصينية مننا هنا بتاع دولاب بس ما يشتغلش البكلة. من ناحية الأسعار، الأسعار هنا هادية، ما هو لأن في كذا واحد بياكل منها، إحنا بنعملها وبنبيعها للمصدر، والمصدر بياخدها بيبيعها، يعني كذا واحد بياكل منها عيش. بعد القطعة ما بتطلع من إيدي وتطلع تقعد 3 أيام في الظل، بعد ال3 أيام في الظل بتاخد مرحلة تطلع بره في الشمس تقعد حوالي 5 أيام عشان المية بتاعتها تنشف، بتخش الفرن تقعد فيه 5 أيام، ونبتدئ الحريق بعد 5 أيام.